لكن أنا بذكر لكم قصة، أذكر لكم قصة حصلت معي في هذه المدينة الطيبة المباركة قبل سنين يسيرة. خذ هذه القصة مني، اسمعها مني. قبل سنين يسيرة أنزل الردف هنا حديقة الردف، وألقى شباب جالسين، ستة شباب جالسين، واحد منهم ماسك لي المعسل قاعد يعسل. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا شباب تسمحوا لنا؟ قال تفضل. من أدبهم ومن حبهم للخير وأهل الخير قالوا تفضل. جلس معهم، ذكرتهم بالله عز وجل، ذكرتهم بالله عز وجل. قلت يا شباب إلى متى؟ إلى متى؟ والله العظيم أحد لقى راحة سعادة في طريق الذنوب والمعاصي قولوا لنا، إذا لقيتوا راحة سعادة كلمونا. تكلمت معهم بهذا الكلام. يا إخوان بعد ما انتهيت من كلمتي مع الشباب، قام هذا الشاب اللي كان ماسك لي المعسل يعسل، اسمع، قال يا شيخ والله العظيم عارف اني غلط في غلط، والله اني اكلمك وانا طفشان زهقان مليت مليت من الذنوب والمعاصي، والله العظيم يا شيخ ابغى اتطوع اليوم قبل بكرة. قعدت اتكلم معاه، قلت له دام ودك وش ردك؟ ليش ما تستقيم؟ ليش ما تقبل على الله عز وجل؟ تكلمت مع هذا الشاب، انتهيت من الكلام، قلت يا شباب بعد اذنكم انا استاذنكم، انا استاذنكم، لكن قبل ما امشي ابى اجيب سي اشرطة من السيارة اوزعها عليكم وامشي. قام هذا الولد قال يا شيخ انا اجي اخذها منك، والله جاء معي لعند باب السيارة. قلت له يا فلان تكفى تكفى، دام انك عارف انك غلطان، دام انك طفشان مليت من حياة الذنوب والمعاصي، ليش ما ترجع الى الله؟ زينها مع الله تزين، زبطها مع الله تزبط. يا فلان اقبل على الله يقبل عليك، بدل سيئاتك الى حسنات. يا فلان قد تتوب اليوم وتموت بكرة. والله الذي لا اله الا هو، ما ادري كيف طلعت هذه الكلمة من فمي. قال لي والله اني تايب. عطيته الاشرطة ومشيت. تفارقنا الساعة 3 الفجر، والذي نفسي بيده، والذي يرى مكاننا ويعلم كلامنا، والله الذي لا اله الا هو، هذا الشاب مات بعد 14 ساعة في حادث سيارة. والذي نفسي بيده يقول لي ولد عمه، والله طلعنا الشريط اللي اعطت اياه من مسجل السيارة في ذاك اليوم. نزلنا مكة قبل صلاة الفجر، جينا نبغى ننام، قال والله ما حد ينام، نصلي الفجر في جماعة، نصلي الفجر في جماعة وبعدين ننام. نقلوه مغسلة المهاجرين في مكة، غسلها المغسل، طلع لأبوه وأخوانه وهم يبكون في دكة الغسيل. قال لهم تبكون تبكون؟ والله إني عجزت أن أثني سبابته، مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه السبابة قبل 14 ساعة ماسكة لي المعسل، إيش اللي خلاها تقول لا إله إلا الله؟ الصدق والندم والإقبال على الله. يوم تتوب وتقبل تراك تقبل على كريم على عظيم، تقبل على الله، من أقبل على الله يقبل الله عليه.